أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني سلكو الأحمد زيد بيه أن دعم القضية الفلسطينية يمثل أحد ثوابت سياسة موريتانيا الخارجية، مضيفا أن القرار الأمريكي القاضي بالاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل يشكل خطورة بالغة على السلم والأمن الدوليين. وقال الأحمد زيد بيه خلال خطاب ألقاه أمام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري إنه كان حريا بالولايات المتحدة الأمريكية الالتزام بموقف الوسيط وألا تقدم على قرار من شأنه سكب الزيت على النار. يرتقب أن يشارك الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز في أعمال القمة الدولية حول المناخ التي تحتضنها العاصمة باريس، كما سيشارك في قمة حول القوة المشتركة الإفريقية المرتقب نشرها على الحدود بين دول الساحل. وقد وصل الرئيس العاصمة باريس رفقة وفد ضم وزيري الدفاع الوطني والبيئة والتنمية المستدامة. صادق مجلس الأمن الدولي على قرار يسمح لقوات حفظ السلام الأممية بتقديم الدعم اللوجستي والفني للقوة المشتركة الإفريقية المرتقب نشرها على الحدود بين مجموعة دول الساحل لمواجهة الإرهاب. كانت الولايات المتحدة الأمريكية تعارض قرار دعم الأمم المتحدة للقوة المشتركة الإفريقية المقدم من طرف فرنسا. ينتظر أن يمثل عمدة مدينة داكار الخليفة صالح المعتقل منذ 9 أشهر أمام المحكمة الجنائية في 14 من شهر دجنبر الجاري. وندد محامو صالح بإحالة ملفه إلى محكمة الجنايات واصفين الخطوة بغير القانونية ومؤكدين أنهم سيتقدمون برفع شكوى أمام محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.